وشينا كرام في كل مكان. برحب بيكم في اولى حلقات برنامج قمر 14. من اسم البرنامج كده ان هنهتم بكل ما يخص الجمال بشكل عام. هنهتم بمشاكل الشعر ومشاكل البشره الجلديه، التجميل، الليزر، السمنه، النحافه. هنهتم بجمال المراه بشكل عام. هنهتم ايضا بجمال الرجل مش المراه وبس. هنهتم بالجمال بشكل عام، عشان كده البرنامج بتاعنا سميناه قمر 14. في النهايه يهمني ان كل سيدة بتتفرج على البرنامج توصل لها معلومة تكون صحيحة ومفيدة وحديثة في مجال الطب والتجميل والليزر، وايضا مشاكل السمنة والنحافة. زي ما احنا عارفين انه هنبدأ كده من البداية خالص، انه بوابة الامراض هي السمنة. السمنة دي بتعمل ايه؟ بتؤدي الى مشاكل في الجسم بشكل عام، بتؤدي الى امراض كتيره جدا جدا جدا، وهي مصنفه من ضمن رقم واحد في الامراض العالميه اللي بتؤدي الى الضغط والسكر، وبتؤدي الى مشاكل في العظام والمفاصل وما الى ذلك. عشان كده هدفنا في قمر 14 ان انا مش بس اخليكي جميله من بره، انا عايزك جميله من بره ومن جوه ايضا. دي اول حاجه. تاني نقطه، انه اكتر المشاكل الناس بتشتكي منها هي مشاكل البشره. مش عارف احافظ على بشرتي، بجيب كريمات كتيره، بجيب مرطبات كتيره، احيانا ما بتنفعش، احيانا ما بتكونش مفيده بالنسبه لي. ايه هي انواع الكريمات او المرطبات اللي انت تستخدميها لبشرتك؟ ازاي اصلا تعرفي نوع بشرتك عشان تحافظي عليها؟ كمان هنتكلم عن مشاكل الشعر. مشاكل الشعر من اشهر المشكلات اللي بتواجه كثير من السيدات، هي صغيره وهي كبيره، وخاصه الناس اللي كانت بتعمل دايت او الناس اللي عندها شويه مشاكل نفسيه، متضايقه، قرفانه، تقول لك انا مجرد ما بتضايق احس ان شعري بيقع، مجرد ما مش عارف ايه احس ان انا عندي مشاكل في شعري، كنت تخينه وخسيت وانا بخس، وانا بخس مع الخسسان شعري بدا يقع مني. كل دي مشاكل بتواجه كتير من الناس. برنامج قمر 14 هيناقش كل هذه المشكلات. اهم حاجه واحنا بنناقش المشاكل دي هنناقشها مع مجموعه من ابرز المتخصصين في مجال الطب ومجال التجميل تحديدا. عشان كده النهارده هتكون معايا الدكتوره نسمه سمير. هنتكلم النهارده عن مشاكل الشعر. طبعا عشان نتكلم عن مشاكل الشعر مش هتلاقوا افضل حد مني يكون حاسس بمشكله الشعر غير انا. يعني انا من الناس اللي طبعا بهتم بشعري جدا، طبعا بستخدم له كل انواع المكملات الغذائيه والكريمات والمرطبات والشاور جيل وكل حاجه اللي بتساعد ان شعري زي ما انتم شايفين كده يبقى طويل وقوي وشكله جميل. ترى نسمة، انا برحب بيكي في اولى حلقات برنامج قمر 14. اهلا بحضرتك. ايه رايك في شعري يا دكتور؟ جميل بجد والله. هو اسم على مسمى، انا اخترت مشاكل الشعر عشان نتكلم عنها. عشان طبعا لازم عشان اتكلم عن مشاكل الشعر لازم اكون انا مثال ان انا بتكلم عن مشاكل الشعر. انا اخترت الحاجه اللي انا عندي مشكله فيها وقلت ابدا بيها برنامج قمر 14. دكتوره، انت شايفه انه ازاي الشعرايه بتنمو؟ لان انا عندي مشكله مع شعري، مش عارف هو بيكبر ازاي، بيصغر ازاي، بيروح فين، بيجي منين. طيب مبدئيا هي الشعرايه عباره عن ايه؟ عباره عن هير فوليكل اللي هي البصيله، وهير شافت بيخترق الجلد ويخرج بره. تمام. الشعر المشكله عندي بقى في الاختراق، ما بيطلعش بره. الشعر بيمر في ثلاث مراحل من عمره، ومش كل الشعر في السكالب او في فروه الراس كلهم بيبقوا في نفس المرحله العمريه. مش زي اظافرنا مثلا، الضوافر بتنمو كلها قد بعضها، لو قسناها هنلاقيها تيبيكال، انما الهير مش بنفس الطريقه. ايه مراحل العمريه بتاعه الشعر؟ عندنا حاجه اسمها اناجين وكاتاجين وتيلوجين. الاناجين دي الجروينج فيز اللي هي مدتها طويله، ودي اللي دايما ببقى عايزه اوصل بالتارجت بتاع العلاج بتاعي ليها، او ان انا ادخل معظم الشعر او نسبه كبيره منه في الاناجين فيز، لان هي دي جروينج واللي بتبقى موجوده لفتره طويله تقريبا اباوت 2 ييرز او لمده سنتين. من الاناجين بتدخل على حاجه اسمها كاتاجين، ودي الترانزيشن فيز او اللي بتقعد فيها فتره بسيطه تقريبا 10 ايام عشان تدخل التيلوجين، والتيلوجين دي بقى هي الفولينج فيز او الشعر بيقع فيها. بنبقى عايزين دايما ندخل من التيلوجين على الاناجين علشان نوصل للريزلت كويسه. بنستخدم الحقن بعض الاحيان. بالظبط. كويس. وبنستخدم بعض انواع العلاجات اللي هي برضو بتسرع خروج الشعر من التيلوجين عشان تدخله في الاناجين اللي هو مدته طويله. كويس. في شويه حاجات لازم نبقى واخدين بالنا منها، بعض العادات الخاطئه. لازم الشعر ده عشان يطلع هيلسي زي جلدنا بالظبط، انا دايما اهتم بجلدي، مثلا استخدم مرطبات، استخدم كريمات، استخدم مقشرات كل فتره. نفس الفكره برضو في الشعر، محتاجين ان احنا نعمله بطريقه لطيفه، نهتم بيه، يبقى جزء من الروتين اليومي بتاعنا، لانه الشعر هو من اهم ملامح الجمال سواء في الست او في الراجل. طبعا في الستات الشعر هو بالظبط هو ده الفيرست ساين، او هي دي اكتر ملمح من ملامح الجمال. في بعض الدراسات الحديثه قالت انه المراه تنجذب الى الراجل الأقرع
بيقولوا اكتر من الراجل اللي عنده شعر. فمش مشكله، خلينا احنا دلوقتي في المراه. ما ينفعش تبقى قرع خالص. بالظبط. لا ما ينفعش، لان هو شعر بيدي جماله، بدليل ان ربنا امرنا بالحجاب. اللي بتقلع الحجاب شكلها بيتغير خالص وبتبقى مختلفه تماما. بس ففي بعض العادات الخاطئه، احنا ما ينفعش مثلا اسرح شعري بمشط بلاستيك سنونه ضيقه، بتحصل شحنات بتقطع الشعر، فبالتالي انا لازم اكون عارفه ان انا هسرح شعري بمشط واسع سنونه واسعه ويكون خشب مش بلاستيك علشان ما يقطعش شعري. لازم نسرح شعرنا يوميا، لان انا لو قعدت يومين ثلاثه اربعه ما سرحتش شعري او اسبوع وجيت سرحت هلاقي شعري بيقع كتير جدا. يعني الناس اللي بتقعد بقى في البيت طول ما هي قاعده في البيت ما فيش مشط خالص بقى، غير وهي خارجه وهي نازله. وانا خارجه بقى ابدا استخدم بقى المشط عشان افتكر بقى انا المفروض اسرح. بالظبط، شعري بقى المفروض اخد باله مني، انا عرفت دلوقتي ان انا عندي شعر. بالظبط. فطبعا ده لما هسيب شعري ثلاث اربع ايام ولا اسبوع حتى وهاجي اسرحه لازم هيتقطع وهينزل وهيقع، فهتبقى كميه الشعر النازله كتيره قوي. وانا لو بسرحه يوميا مش هتنزل نسبه الشعر اللي بتنزل الطبيعيه معانا كلنا اللي هي 100 شعرايه في اليوم. ايه تاني؟ غسيل الشعر. ثواني بس، 100 شعرايه في اليوم؟ 100 شعرايه في اليوم ده طبيعي، ده بالنسبه للناس اللي عندها شعر. بالنسبه للناس اللي عندها شعر. لكن بالنسبه لنا 100 شعرايه في اليوم ده دلوقتي. 100 شعرايه في اليوم ما هو ما ينفعش خالص. بس فهو المعدل الطبيعي اللي هو 100 شعرايه في اليوم. لو زياده عن كده يبقى احنا دخلنا في مشكله مرضيه او باثولوجيكال. فانا لو ما سرحت الشعري كل يوم، ال 100 شعرايه اللي المفروض بيقعوا كل يوم هيتجمعوا، هيقع مني كميه كبيره. ابطو انه بعض العينين بيجيبوا لنا شعرهم موجود في شنطه مثلا، هي شنطة مجمعه كل الشعر اللي بيقع منها مثلا على مدار اسبوع، بتدخل تحطوا لي على الترابيزه، بصي يا دكتور انا شعري بيقع قد ايه. ساعتها هنفحص ونشوف المشكله فين. كويس. دي من العادات اللي هي السيئه. ال 100 شعرايه في اليوم تقريبا قد ايه يعني، عشان بس ما حدش يقعد يعد ال 100 شعرايه يعني تقريبا شويه. هي قد إيه؟ حاجه مش يعني حاجه يعني قد ايه يعني شويه قد كده مثلا حاجه مش كده ملموسه يعني مش مش العادي ان انا الاقي شعري واقع على المخده ومغرق السجاده، ادخل التويلت او اخد شاور الاقيه مغرق الارض. لا مش ده الطبيعي. 100 شعرايه غالبا مش هبقى حاسه بيهم، هينزلوا في المشط وانا بسرح يوميا مش هاخد بالي منهم. فده بالنسبه لي كده طبيعي. كام شعرايه كده هينزلوا هرميهم في الباسكت وخلاص. كويس. انما الباثولوجيكال ان انا الاقي شعري مغرق الدنيا ده مش طبيعي طبعا، مش دول ال 100 شعرايه خالص. ايه تاني من العادات السيئه؟ برضو الناس اللي بتغسل شعرها يوميا وخصوصا الشباب، هو كل ما هو نازل او راجع بيغسل شعره وهو نازل وبيرجع ياخد شاور من الحر بيغسل شعره. العادات دي برضو مش صحيحه. امال اعمل ايه؟ المفروض نغسل شعرنا من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. اقل من مرتين هيخلي شعري يعمل قشره، اكتر من ثلاث مرات في الاسبوع هلاقي انه شعر بدا يقع بزياده، يحصل تساقط. طيب نعمل ايه؟ انا عايزه استحمى كل يوم. يا سيدي او يا ستي استحمي كل يوم بس ما تغسليش شعرك كل يوم. حط حاجه على شعرك. بالظبط، البسي بونيه وخدي شاور، ما فيش مشكله، شعرنا هنغسله ثلاث مرات بس في الاسبوع. مشكله برضو كبيره جدا تانية، الكيراتين والبروتين والبروسيديورز اللي بتتعمل في الكوافيرات وكميه الاعلانات ان هي خاليه من الفورمالين، زيرو فورمالين. عشان نبقى فاهمين، هو ما فيش حاجه زيرو فورمالين هتحول طبيعه الشعرايه من شعرايه خشنه او مجعده لشعرايه سلكي حرير. لازم يكون فيها فورمالين عشان تفرده. كويس. فطبعا الدعايه بتتعمل. بالظبط. الدعايه بتتعمل ان هو زيرو فورمالين، بتروح البنات تعمل بتتفاجئ انه يعدي شهر ولا حاجه من الكيماويات اللي بتتحط، البروتين والكيراتين، ومع الفرد التعرض لدرجات حراره عاليه جدا في الكوافير، ده هيبدا يدمر الشافت او يعني الشعرايه نفسها. ويبدا يحصل تساقط رهيب. ايه تاني برضو من العادات السيئه اللي ممكن احنا ما نكونش واخدين بالنا منها ومع الاولاد الصغيرين كمان؟ نزول البسين من غير بونيه. الاولاد اللي بيتمرنوا سباحه ريجولار، في اولاد بيتمرنوا اربع مرات في الاسبوع او ثلاث مرات في الاسبوع، حتى الادلت، حتى الكبار اللي بيتمرنوا سباحه او بيحبوا رياضتهم لازم المفضله لازم يلبس البنيه على راسهم، لازم عشان لازم يلبس بنيه، لان الكلور اللي موجود في الميه عشان يحمي الولاد او يعمل بروتكشن او يعقم الميه الموجوده في البسين، طبعا ده بيدمر الشعر. وبالتالي احنا لازم نلبس بنيه او نعمل بروتكشن. البنات المحجبات اللي بتلبس ثلاث اربع طرح ورا بعض، طبعا دي من ضمن العادات السيئه، بتكتم الشعر، ما بيبقاش فيه تهويه واصله، يبدا يكون قشره ويبدا يعمل ريحه. كتير من البنات بتشتكي انه انا شعري بيعمل ريحه. ايه سبب الريحه اللي في الشعر؟ هل بس عشان الثلاث طرح ولا في اسباب ثانيه؟ في بنات بتغسل شعرها وتلف، يعني تغسله هي نازله وتلفه او تعمله طفيره وتلفه وتلبس كذا طرحه وتنزل، ده ممكن يعمل ريحه. فيكمكم. بالظبط. يكمكم بالبلدي. بالظبط. يكمكم. هي مالهاش وصف تاني. يكمكم. شعرك يكمكم. او في حاجات بقى باثولوجيكال، ممكن يبقى في مشاكل في فروه الراس، يبقى في مثلا اكزيما دهنيه، في قشره مترسبه كتيره وعامله بدات تعمل ريحه وما فيش تنظيف، او البيشنت مش بيطلب من الدكتور. يعني كتير عيانين يجوا دكتور شعري بيقع، ابص الاقي قشره رهيبه. طب انت ما اشتكيتيليش من القشره خالص. والله انا عندي قشره. فهو الناس مش تاخد بالها انه القشره دي مشكله مرضيه او باثولوجيكال. في بعض الفطريات والانفكشنز اللي ممكن تحصل في فروه الراس، دي برده ممكن تعمل ريحه لو ما بناخدش علاج ليها.
نفس فكرة اللي بيلبس مثلا شراب فترة طويلة فرجله تبدأ تعمل ريحة، أو بيلبس شراب وهو رجله مبلولة، أو يبقى عنده فطريات أو حاجات ما بين صوابع رجليه، دي تبدأ تعمل ريحة سيئة. طب الطرح، الخامة الطرحة نفسها اللي بتتلبس بتختلف يعني، يعني ممكن تكون هي سبب في مشكلة؟ طبعا طبعا. يعني ممكن بشوف سبب مثلا الستانات مثلا او الحاجات، الستانات والحاجات اللي هي الفايبرز بتاعتها او الخيوط قريبه جدا من بعضها، فبتكتم، بتكتم اي تهويه داخله، خصوصا لو بنت بتشتغل فتره طويله، هي قاعده بره فتره طويله، فبتخرج مثلا 7 الصبح بترجع بيتها 6 7 بالليل، هي قاعده 12 ساعه كاتمه شعرها. فيفضل ان احنا نلبس فيه طرح قطن. احيانا بنحتاج نلبس حاجات مثلا فورمال شويه، شيفون ولا حاجه، بس ما يبقاش ده الرول بتاعنا، مش ده اللي انا بلبسه كل يوم. مش ده الطبيعي، مش ده الطبيعي بالظبط. الحاجات زي الكعبه مثلا ما تتلبسش كتير عشان ده مش ده الطبيعي. بالظبط، مش ده الطبيعي. مثلا انا رايحه حفله ولا حاجه سواري، مش هلبس قطن او برنامج بس. فدي من ضمن العادات السيئه. البنات بقى اللي مش محجبات محتاجين يحطوا سبراي مثلا في اس بي اف، في عامل بروتكشن، لان انا بنزل كل يوم في الشمس، ولا بنزل في البيك من 8 ل 4 بنزل في الوقت ده، شعري بيتعرض للشمس، هو بيتاذي زي ما بشرتي بتتاذي بالظبط. وبالتالي في حاجات موجوده في الماركت كويسه بتترش ليف ان، برشها واسيبها على شعري، لا فيها عامل الاكتف انجريدينت او الماده الفعاله اللي فيها اللي ممكن يدوروا عليها، عشان مش هينفع اقول اسم تجاري. ايه الماده الفعاله اللي ممكن الاقيها في حاجه من الحاجات دي تحافظ على الشعر؟ غالبا بتبقى كيميكال بارير، يعني الحاجات اللي هي الكيميكال، مش الفيزيكال، لان الفيزيكال بتبقى تقيله شويه. فبتبقى حاجات من الكيميكال باريرز اللي موجوده وبتحمي. طبعا عامل وقايه مثلا من الشمس بيبقى 15 30 كويس بلس. كويس، دي من ضمن العادات السيئه. ايه تاني بقى من العادات السيئه المنتشره في المجتمع المصري او الناس بشكل عام بتؤدي الى مشاكل في الشعر؟ تراكشن الوبيشيا، الناس اللي عندهم بنات صغيرين وبيشدوا شعرهم، تعملوا مثلا ضفرتين او ثلاثه وتشدوا لورا جامد جدا، ده مع الوقت هيحصل ريسيدنج، الهير لاين او خط الشعر الامامي هيبدا يرجع لورا، يرسيد لورا لورا، والبصيلات دي هتبدا يحصل فيها نكروزس او هتبدا تموت. وبالتالي بلاقي البنت لما اشوف صورها هي صغيره شعرها كده، بشوفها بعد ما تكبر شويه شعرها راجع جدا، تبدا تراجع العادات، تلاقي انه لا مامتها بتشد شعرها قوي، مش عايزه ولا شعرها عايشه، لا ممكن نحط بنسة مثلا، ممكن نعمل حاجه بحيث ان احنا ما نشدهوش قوي الشده دي. كويس. حتى في الكبار على فكره في بنات برضو بتشد شعرها جامد جدا تحت الاشاره، هي مش عايزه حاجه تبان، ما عنديش مشكله ان انت ما تبينيش شعرك، ممكن نطلع الطرحه قدام شويه بدل ما نشد شعرنا ورا قوي يحصل تراكشن. الناس اللي بتلبس، الناس اللي بتلبس حاجه تحت الطرحه اللي هي ما اعرفش بيسموها بندانة. هل في منها انواع طبعاً بتبقى سيئه لدرجه ان هي ممكن تسبب مشاكل للشعر؟ طبعا في، هو افضل نوع طبعا القطن، سواء على الجلد على الشعر هو يفضل القطن. وفي انواع دلوقتي كتير جدا، وكل البراندز وكل المحلات حتى العاديه بتتنافس انه هي يبقى عندها اشكال وانواع كتيره. لازم وانا بدور على بندانه تكون قطن، مش شرط ابينها، لو انا مش عايزه ابينها مش هبينها، بس ابقى لابسه حاجه ماسكه الطرحه بتاعتي قطن، المسام بتاعتها هتكون كويسه، هتهوي شعري، مش هيبقى مكتوم. بس ايه تاني؟ لا ما اكيد في مشاكل تانية، يعني انا مثلا بشوف بعض الناس بتستخدم مثلا نوع شامبوهات معينه للشعر، الشامبوهات دي تيجي بعد فتره تقول لك ان الشامبو ده بيعمل لي مشكله في شعري فجبت نوع تاني، تبدا تجيب نوع تالت ورابع وخامس. ايه انواع الشامبوهات اللي ممكن ان هي تعمل مشاكل في الشعر؟ الاهم بقى من الشامبو الصابون، في ناس بتغسل شعرها بصابون. طيب. انا بقى لا بحب الصابون في غسيل الوش ولا في غسيل الشعر، ليه؟ لان هو كله كيميكال. اي نوع من الصابون؟ اي نوع من الصابون العادي، يعني لو بالنسبه للجلد حد بشرته حساسه هيستخدم صابون الجليسرين او حاجه ملطفه، ما عنديش مشكله فيها. لكن الحاجات اللي فيها كيميكالز هي دي اللي مشكله، مشكله على البشره ومشكله على الشعر. الشامبوهات والصبغات برضو، الصبغات دي برضو من العادات السيئه، في ناس بتحب فجاه تطلع في دماغها عايز اغير شعري، لون شعري بالظبط بالظبط، تبقى لسه صبغه اللون ما يعجبهاش فتروح صبغه تاني، طب استني 6 شهور شعرك يريح شويه. يعني ما بين الصبغ، طيب ده بالنسبه للبنات اللي بتصبغ شعرها، طب مثلا لو حد مثلا بيصبغ شعره بلون ثابت تمام بشكل اسبوعي او شهري على حسب الصبغه اللي هو بيصبغها، مثلا لو حد مثلا شعره ابيض مثلا شويه حب حنة يصبغه، ممكن قوي يغير لون الشعر الابيض بحنه، بحنه مش بصبغه، بحنه مش بصبغه، لان هو الشعر الابيض خلاص هو موجود معانا مش هيتغير. فانا افضل كل لما الروتس بتاعت شعري تطول احط عليها صبغه، ما انا كده هاذيها. فممكن لما شعري يطول شويه واغير لون الصبغه مش مشكله، لكن الديلي بقى او اللي هو مانثلي او كل ما الشعر يطول هسبغ الروتس بتاعته، لا خليني اعملها بحنه، ده يكون صحي اكتر. كويس، يعني احنا بنأكد دلوقتي على نقطتين من ضمن العادات الخاطئه، فكره الغسيل بصابون بالزبط. الشعر والبشره، وفكره الاستخدام الصبغات بشكل مستمر بالزبط. ده بقى بيعمل ايه؟ لانه بقت موضه كتير من البنات
سيبك من الشباب ما مش انترستد قوي بفكره تغيير لون شعرهم اصلا. البنات بيغيروا لون الشعر بتاعهم حسب مودها او مزاجها او اللي شافته جديد او اللي ممكن تحس انه احلى بالنسبه لها او مناسبه جديده او فرح او خطوبه او مشوار او عاوزه تغيظ صاحبتها اللي قاعده جنبها. دي الحاجات الدارجه احنا بنتكلم بلسان الناس. ايه الحاجات اللي ممكن يعني ممكن ده يعمل ايه؟ ده ياثر ازاي في الشعر؟ هي الصبغه فيها حاجه اسمها امونيا، الامونيا دي بتاذي الشعر، فخلينا نتفق انه لو حد مضطر يصبغ شعره حاجه جت ارجنت ولا طرقه وانا عايزه اغير لون شعري وخلي ده البيز، ان انا دايما بختار صبغه امونيا فري او خاليه من الامونيا. وفي انواع موجوده في الماركت مش هنقول اسماء، هي تعتبر حاجات طبيه شويه، حتى منها المنتجات التجميليه برضو تعتبر طبيه، ما فيهاش بقى الحاجات المضره بالبشره او بالشعر. فخلينا دايما متفقين ان احنا يا اما هنجيب صبغه تعتبر طبيه فهي خاليه من الامونيا، او ندور على الماركات اللي موجوده في الماركت الامونيا فري اللي ما فيهاش دي الحاجات أمونيا. اللي حتى لو انا صبغت بيها بس ستيل كل ست شهور، مش كل ست شهور مش عايزه كل ثلاث ايام ولا كل ثلاث ساعات ولا كل ثلاث خالص. وكمان في ملاحظه انه الصبغات اللي هي بتغير لون الشعر مثلا من اسود لاصفر اللي هي بتخلي اللون مختلف تماما، دي برده مؤذيه جدا. لا اللي هي انا بشوف حاجات سبري كده تقوم رشه في الدقيقه تحط وهي نازله شعرها لونه يتغير، برده دي مضره جدا، بتعمل تساقط في الشعر، بتعمل وبتاثر على الشعرايه على الشافت، بتلاقي الشعرايه بتتكسر بسهوله، بتتكسر بسهوله، بتضعف الشعرايه بالظبط. فتيجي تقول انا شعري بقى بعد كده بناخد وقت طويل ومجهود وجلسات وعلاجات، وبتبقى روشتات الشعر برضو متعبه على البيشنت، كومبلاينس ان هي تقعد تحط حاجات دي ومكلفه، حاجات مرتين طبعا، الموضوع مكلف طبعًا. يعني مكلف. انت بتسترخصي في ان انت تغيري لون شعرك طبعا، بتطلعي بلوك معين وفجاه الشعرايتين اللي انت فرحانه بيهم تيجي تصرفي دم قلبك بقى بنقعد نلمهم وعشان نعالجهم بناخد وقت كبير. وفي ناس حالتها المزاجيه والنفسيه بتتاثر لدرجه بتاثر على الشعرايه كمان، ودخلنا بقى فيش السيركل في دايره مقفوله. انا في ستريس شعري هيقع، الاقي شعري بيقع نفسيتي تتعب اكتر وشعري يقع اكتر، فافضل في الدايره دي مش عارفه اخرج منها. واللي بيدخل في الدايره دي بياخد وقت كبير بالزبط. عشان يخرج منها وبيتعب عشان يخرج منها ويغير من عشان دكتور. عشان كده الحاله المزاجيه دي مهمه جدا مهمه جدا. كلمينا عن الحاله المزاجيه لكل حاجه وخاصه في اليومين اللي احنا فيهم دول. ربنا يعديهم على خير. يعني اليومين دول اكيد في ناس بدات تعاني من مشاكل في الشعر، لو كانت بتعاني بدرجه معينه بدات تزيد بالزبط. لو حد كان بيتعالج ما بقاش انترستد انه يتعالج او ينزل لدكتور دلوقتي، خاصه ان دي حاجه هو شايف انها مش مرض، مش عارفين نهايتها نهايتها ايه. يعني ايه دلوقتي اللي الناس ممكن يتاثر بشعرهم بخلال الازمه اللي احنا فيها دلوقتي؟ طبعا الاستريس ده مشكله، فاحنا نحاول نريلاكس، نحاول نكنترول الاستريس ده، نكلم بقى اصحابنا فيديو كول، نحاول ننزل شويه نتمشى، مش لازم ننزل جروب واحد او اتنين ينزلوا مع بعض يتمشوا شويه، نحاول في الحاجات اللي بتحسن المزاج، هو كل حد بيعمل حاجه بتبسطه، انا مثلا بحب اكل حاجات معينه تبسطني اكلها لو هي مش هتضر صحتي، حد بيحب ينزل يجري في الهواء والله ينزل يجري ما دام موده هيبقى حلو، حد بيحب يعزف مزيكا يعزف مزيكا، حد بيحب يرسم، دي كلها حاجات يعني نحاول بالظبط نظبط المود بتاعنا بالطريقه اللي تريحنا، لان هو الموضوع ستريسفول والضغط شديد على كل الناس، وبتبدا بقى المشاكل الصحيه بتاعت كل حاجه حتى الحاجات السيستميك، حتى الضغط هيبدا يعلى مع الاستريس، السكر بقى مش عارف ايه بالظبط، كل المشاكل الصحيه بالزبط. انا اعرف ما اعرفش معلومه صح ولا غلط، يعني لعله خير، يعني الشعر له علاقه بالشمس، يعني تعرضك للشمس او تعرض الشخص للشمس بيأثر على صحته بشكل عام. هل فعلا ممكن لو حد ما بيخرجش من البيت فترات طويله او ما بيشوفش الشمس لفترات طويله، هل ده ممكن يكون من العادات الخاطئه اللي ممكن طبعاً تاثر على نمو الشعر؟ طبعا ده حتى بيأثر على المزاج، يعني اللي بيقعد في البيت ما بيشوفش حد وما بيخرجش، ما فيش تهويه، ما فيش هواء، يعني عارف الشمس كده بتدي مود لطيف لما بتخرج في النور وفي الشمس وتشوف ناس، طبعا طبعا ده بيفرق في المود، يعني ناس تنزل تاخد شويه شمس عشان شعرهم بالظبط. طيب نشوف ام محمد. ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم، اهلا بيك يا محمد، اتفضلي. ممكن تكلم الدكتوره نسمه؟ الدكتوره محرك يا محمد اتفضلي. ازيك يا دكتوره نسمه؟ اهلا بحضرتك اتفضلي. بصي انا ليا عندك طلب يا دكتوره. اتفضلي. لو سمحتي ابوس رجلك يا دكتوره. نعم. ممكن توصليني لمدام رضوى الشربيني اللي بتجي على سي بي سي سفره؟ طيب ممكن حضرتك تسيبي رقمي في الكنترول. طب ممكن تديني رقمك؟ لا صعب على الهواء يا ام محمد، تواصلي مع الكنترول، عندك اي استفسار بخصوص الحلقه؟ ايوه على الكنترول، يعني ممكن اخد رقمك. شكرا لاتصالك يا محمد، تواصلي مع الكنترول، شكرا يا محمد. اتفضلي يا دكتور. كنا بنكمل على مشاكل الشعر، قلنا انه له علاقه السيئة. في بقى مشكله بالشمس بقى بمناسبه الاسترس. في ناس بقى لما تدخل في ستريس بتقعد تشد حواجبها وتلف شعرها وتشده،
دي بشوفها كتير في فتره الامتحانات، الولاد اللي بيمتحنوا ثانويه عامه بنات، الولاد ما بيهتموش يعني بس. الشباب او الايج جروب ده يعني والله بنشوفها برضو في الولاد بس طبعا في البنات اكتر. فهو حد او وبتوصل بقى الهابت ان هو خلاص بيبقى اتعود، زي اللي بيقرأ الضوافره مثلا، هو خلاص اتعود بعد فتره بيبقى حتى استرس، ما فيش استرس، هو بيشد شعره وبيوقعه. طبعا احنا بنعرفه بالفحص. ولازم لازم طبعا البيشنت يبطل الهابت او العاده السيئه دي ونبدا بقى نعالج. كويس. فدي برضو من ضمن العادات السيئه. احنا تقريبا اتكلمنا عن مجموعه من اشهر العادات السيئه اللي بتسبب مشاكل في الشعر. تمام. ناخد بقى واحده واحده كده. العلاج، طرق العلاج لكل مشكله من المشكلات اللي اتكلمنا عنها. طيب مبدئيا احنا لما البيشنت بتجيلنا نبدا نسمع منها الشكوى بتاعتها، نبدا ناخد تاريخ مرضي كامل ليها، سواء مشاكل في الشعر او حتى المشاكل السيستميك اللي عندها اي امراض مزمنه. طيب قبل ما نكمل خلينا ناخد صوت تليفون. استاذ محمد اهلا بيك. استاذ محمد. وعليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ محمد. اتفضل. احمد شرقي. استاذ احمد اتفضل يا استاذ احمد. اهلا وسهلا. بنشكر حضرتك طبعا، بنشكر الدكتوره على المعلومات المهمه اللي حضرتك بتقدموها. بشكرك جدا يا استاذ احمد. طبعا موضوع الحلقه مهم وبيفيد كل الاعمار، او الولاده لحد الكبير. وبنشكر الدكتوره طبعا على الحاجات المهمه بالنسبه للبروتين والصبغه والحاجات اللي دايما البنات والاستاذات بيهتموا بيها ببالغ كبيره جدا، وهي بتبقى برضه واخدينها تحت بند ان هو دايرك، وهي النصيحه اللي قدمتها اللي هي نظافه السور وموضوع الحاجات دي، حاجات كلها مفيده. هيوفر على الرجاله برضه. والله مش عاملين توفير قد ما هي عمليه التوقيت والحاجات المضره والمبالغ اللي بنشوفها ومش مفيد. احنا بنتصل بنشكر طبعا. احنا بنشكرك يا استاذ احمد على اتصالك. المعلومات المهمه اللي هي قدمتها. وان شاء الله تابعنا في باقي حلقات برنامج قمر 14. استاذ محمد من الشرقيه برحب بيك يا استاذ محمد. شكرا. شكرا لاتصالك يا استاذ محمد. استاذ محمد. ايوه يا فندم معاك. اهلا بيك اتفضل. عايز اسال بس دكتوره الشعر دي يا فندم بعد اذنك. دكتوره الشعر. طيب تمام دكتوره نسمع من حضرتك اتفضل. ماشي يا فندم. يا دكتوره عندي بنت اختي شعرها خشن شويه وتعمل على السنين يعني وكده. تمام. وعايز علاج له يا فندم. طيب هرد عليك. ماشي يا استاذ محمد بنشكرك شكرا جزيلا لاتصالك، والدكتوره هترد عليك دلوقتي. استاذ محمد اخذها من على لساني والله. دي كنت مستنيه بعد المكالمه اتكلم فيها. حته الشعر الخشن شويه او الكيرلي. لازم بقى خشن يعني ولا كيرلي نركز نقول يعني خشن نقدر نخليه كيرلي بس مش نقدر نخليه ليس او حرير، وهي دي الفكره بتاعت البروتين والكيراتين. انه احنا ربنا ما خلقناش كلنا اسطمبه واحده. في مننا اسمر، في مننا ابيض، في مننا طويل وقصير، في شعره ناعم، في شعره خشن شويه او كيرلي، وبالتالي احنا ما عندناش اسطمبه واحده بس ابقى عايزه بنتي او الطفله اللي موجوده في عيلتي تبقى شبه كل الاطفال التانيين، لا مش شرط. فبالتالي اللي عندها بنت ما تروحش بقى تروح تعمل لها بروتين او كيراتين عشان تخلي شعرها ليس او ناعم. لا، هي دي بقى الفكره، ان احنا نبدا نحب شكل الطفله كده، وده هينعكس من علينا ليها، هي تبدا تحس بجمالها، وهي ده هينعكس عليها بثقتها في نفسها، وبالتالي نبدا نعمل روتين بقى للشعر الناشف شويه او الكيرلي او الخشن، نهتم بيه ونخليه صحي. مش لازم ابدا نبقى كلنا اسطمبه واحده. نهتم بيه ازاي؟ نستخدم كريمات مرطبه، نبدا نعمل ماسك مثلا مرتين اسبوعيا، نستخدم الاطفال الصغيرين الحاجات اللي فيها زبده الشيا، الحاجات اللي فيها زيوت طبيعيه، زيت الزيتون مثلا ينفع يعني. طب ايه الحاجات يعني عايزين نديله يعني بعض الحاجات اللي يخرج منها يبقى عارف ايه اللي ممكن يجيبه ويساعده، يدور على معينه. يدور على حاجات فيها زبده شيا، يدور على زيت جوز هند، ممكن زيت زيتون، زيت لوز، يدور على حاجات ممكن يبقى فيها هيليورونيك اسيد شويه، ده بيرطب الشعر جامد جدا. ويسرحوا شعر البنت بحاجه اسمها ويت براش، الفرشه دي بتسهل جدا في التسريح. مش زي طب الفرشه دي لقيها فين؟ عشان في بعض الناس بتتصل من اماكن مش في القاهره، ممكن وبالتالي ممكن في صيدليه كبيره. ممكن في المحلات بتاعه الفرشه. ايه اسمها؟ ويت براش. ويت براش. ويت براش. هي بتسهل جدا تسليك الشعر. خصوصا لو بنت شقيه شويه وبتجري وانا مش عارفه اسيطر عليها. بيبقى مواصفاتها ايه الفرشه دي؟ هي فرشه شكلها عادي بس هي بتسهل شويه التسليك بتاع الشعر. ممكن نحط سيرم واحنا بنسرح للولاد الصغيرين شعرهم يرطب شويه ويسهل. ممكن نستخدم بلسم يرطب الشعر شويه واحنا بنغسله. وهكذا. كويس. مدام ناخد صوت تليفوني. مدام من. اهلا بيك يا مدام من. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك اتفضلي. منورين الدنيا ومتشكرين قوي على البرنامج الحلو ده، ربنا يبارك. نورك وان شاء الله باذن الله تتابعينا باستمرار يا مدام من. ربنا يبارك لك. انا مشكله ان انا استعملت كريمات كتير فشعري كان ناعم بقى خشن.
دي مشكلة، والمشكلة التانية بشرتي حساسة وأي حاجة بتأثر فيها، فعايزة الدكتورة تقولي على وصفات طبيعية أعملها وحاجة الدكتورة مع حضرتك دلوقتي. ماشي شكرا. الدكتورة معاك، اتفضلي اتكلمي مع الدكتورة. ماشي. طب ماشي، أنا بقول شعرك لها تعملي وصفة يعني بشرتي تبقى كويسة وحاجة للشعر عشان طب نوع بشرتك ايه؟ كنت لسه بشرتي حساسة. طيب بصي، بالنسبه للبشره الحساسه زي ما كنا لسه بنقول مش عايزين صابون خالص على وشك، لو مضطره تستعملي طيب صابون. يعني في اي استفسار تاني عايز تساليه على مدام منى ولا لا؟ خلاص. مشكلتها في شعرها كان ان هو كان ناعم بقى خشن. عشان هي عملت ايه؟ عملتي ايه في شعرك عشان تتحول كده؟ انا عملت بوست، كل ما ينزل منتج في التلفزيون اشتريه، اي كريم اي شامبو اي حاجه اشتريها. خلاص. طيب الدكتوره هترد عليكي دلوقتي، اسمعينا بقى من التلفزيون يا مدام منى. ناخد صوت تليفوني. استاذه نورهان، اهلا بيك يا استاذه نورهان. انا شعري بيوجع جدا قوي، كل ما اغسله يقع. بتعملي ايه؟ شعري بيقع. شعرك بيقع. عندك كام سنه يا نورهان؟ عندي 17 سنه. 17 سنه؟ 17. في اي مشاكل مزمنه؟ تمام. اسالي يا دكتور. في اي مشاكل مزمنه عندك يا نورهان؟ اي مشاكل صحيه؟ لا. في اي ضغط نفسي الفتره دي شويه مع الامتحانات، مع ظروف الاوعاد في البيت؟ يعني شويه. طيب تمام. تمام، شكرا يا نورهان لاتصالك، الدكتوره هترد عليك. طيب نرد الاول على مدام منى، تقول ان هي شعرها كان ناعم وتحول لخشن بسبب ان هي كانت بتشتري منتجات، اي منتج تلاقيه تحس انه ممكن مفيد للشعر تقوم جايباه وتقوم مستخدماه. طيب هي الفكره بس مبدئيا في الدعايه، انه يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي بنعمل من البحر طحينه، فانا مش اي منتج ينزل اروح استعمله لبشرتي او شعري، يفضل لو اخد طيب راي طبيب متخصص. طيب قبل ما من كام رد على مدام منى، خلينا ناخد استاذ ايمان. استاذ ايمان اهلا بيكي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك اهلا بيكي يا فندم، اتفضلي. ربنا يخليك، شكرا على البرنامج الجميل ده والله، وشكرا للدكتوره. شكرا ليكي يا استاذ ايمان. ربنا يخليك. انا ليا بنتي 20 سنه. طبعا شعرها خشن جدا، يعني بهيشان، غير كده انه خفيف جدا، كان تقيل بس بدأ يخف وبينزل بطريقه فظيعه. كويس. فمهما بستعمل زيوت كريمات اي حاجه يبقى الوضع على ما هو عليه، يعني الوضع زي ما هو بالظبط ما بيتغيرش. تمام. طيب في اي استفسار؟ تمام. شكرا لاتصالك يا استاذه ايمان، الدكتوره هترد على حضرتك. اي استفسار تاني؟ شكرا. شكرا ليك. طيب خلينا ناخد استاذه سهام. استاذه سهام اهلا بيكي. استاذ سهام حضرتك اهلا بيك يا استاذ سهام، اتفضلي. لو سمحت انا في مشكله عندي في شعري. اتفضلي. انا عندي مشكله في أستأذنك شعري. استاذنك يا استاذ سهام توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. ماشي. اتفضلي. مع حضرتك في مشكله عندي في شعري، في فراغات جامده، وكشفت عند كذا دكتور، ويعني بس انا عندي غده واجسام مضاده وحاجات كتير، بس المشكله انا باخد العلاج وبرضه عمال يقع اكتر. في اي استفسار تاني؟ فانا مش عارفه يعني الغده متظبطه ولا لا، دي حاجه مهمه. طيب الدكتوره بتسالك الغده اخبارها ايه؟ اتظبطت ولا لسه فيها مشاكل؟ لا باخد ليها علاج وكده، لانها كانت فيها خمول جامد. طيب وبنعمل فولو اب تحاليل، بنتابع بالتحاليل بتاعتنا؟ الدكتوره بتسالك بتقول لك بتتابعي تحاليل باستمرار بشكل دوري ولا لا؟ لا بتابع على طول، وباخد التروكسيد 50، باخد جرعه 50، وباخد كورتيزون ومونوكسيدين وحاجات كتير، بس شعري عمال يقع بزياده. حضرتك عندك كام سنه؟ 30. 30؟ اه. طيب تمام، شكرا لاتصالك يا استاذ سهام، الدكتوره هترد عليكي. طيب استاذه زهراء اهلا بيكي، برحب بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ الدكتوره مع حضرتك، اتفضلي. لو سمحت يا دكتوره انا عايزه وصفه بس للشعر اللي يسقط كتير. علشان ايه؟ ماله الشعر يا زهراء؟ بشد الشعرات بتطلع من جلد الروح. بتشد شعرها؟ وليه بتشديها يا زهراء؟ ما هي بتطلع من جلد الراس كده، مش عارف. عشان انت بتشديها ولا هي بتطلع لوحدها؟ ايه بتشدها؟ لا بشدها كده بس بتطلع من غير وقت. طب وبتشديها ليه طيب؟ اهم حاجه في العلاج يا زهراء ان احنا نبطل نشد الشعر، لان احنا مهما اخدنا علاج واحنا بنعمل عادي. بشكرك يا استاذ زهراء على اتصالك، والدكتوره هترد عليكي. طيب نبدا نرد على باقي الاتصالات. كان عندنا مدام منى كانت بتتكلم ان شعرها ناعم وخشن، وقلنا
ان المنتجات دي ما ينفعش ناخدها بشكل يعني من غير ما نرجع يعني لطبيب. هو شعري او بشرتي. طب هي تعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه دلوقتي؟ تستخدم طبعا ترطيب كتير جدا، كريمات، وزي ما اتفقنا تعمل حمام كريم مرتين او ثلاثه اسبوعيا، وتنقي المنتجات زي ما اتفقنا، او يا ريت بقى يا سلام لو تزور اقرب طبيب متخصص ليها يفحص ويشوف فروه الشعر فيها مشكله ولا لا، يشوف فيه تساقط كتير ولا لا، يشوف فيه فراغات ولا لا، ويبدا بقى نعالج طبيعه الشعر دي مع الخطه العلاجيه بتاعتنا. جلد عندها مشاكل في الجلد، يعني عايزه حاجه لبشرتها حساسه. طيب بالنسبه للبشره الحساسه زي ما اتفقنا انه احنا ما ينفعش نستخدم صابون خالص، اي صابون فيه مواد كيماويه هيعمل تهيج في البشره. ما ينفعش صاحب البشره الحساسه يحط برفانات على جلده دايركت، لا انت عايزه تحطي برفان ممكن حضرتك ترشي على الهدوم قبل ما تلبسيها الاول. طبعا المرطبات هي اهم حاجه في اللايف ستايل او في اسلوب حياه الشخص ذو البشره الحساسه، لازم مرطبات يستخدمها باستمرار مرتين ثلاثه في اليوم. نستخدم واقي شمس طبعا دي حاجه مهمه جدا، واحنا خارجين في الشمس لازم نحط واقي شمس، نجدده كل ساعتين. لازم يجدد كل ساعتين. نستخدم شاور جيل زي ما اتفقنا مع الشاور، يكون حاجه لطيفه على البشره او للبشره الحساسه. كويس. استاذه نورهان 17 سنه عندها شعرها بيقع. طبعا نورهان غالبا من الاسترس الموجود دلوقتي. لازم برضو نتكلم عن التغذيه بتاعه البيشنت مهمه قوي دلوقتي، برضو ناس كتير نفسها مسدوده، وفي مجموعه تانية بتطلب جانك فود، بتطلب اكل كتير من بره، حاجات سريعه بالظبط، فيها دهون ثلاثيه مشبعه وبتعمل بالزبط. مشاكل الحاجات دي بتعمل مشاكل على كل حاجه. فانا يهمني قوي ناكل خضار وفاكهه كتير، نشرب ميه كتير، ده مهم قوي لجلدي ومهم قوي لشعري. فالتغذيه برضو دي عامل مهم، فهي نورهان تراجع نفسها هل التغذيه بتاعتها كويسه ولا لا. في بنات بيكون عندهم انيميا، ممكن يكون عندهم نقص مخزون الحديد، فبرضو احيانا ممكن نطلب شويه تحاليل. لما بنعالج السبب مع العلاج الموضعي بالظبط نبدا نكنترول. لكن انا لو قعدت الشعر لما بيقع يا دكتوره غالبا بيقع عشان في مشكله تانية بتوقعه، ما بيقعش لوحده بالظبط. فانا مهما اديت علاج وانا مش مصلح الاصل او السبب مش هنوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها ولا اللي البيشنت عايزاها. طيب استاذه ايمان عندها. طيب خلينا نخصص تليفون استاذه رودين. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي. الدكتوره مع حضرتك اتفضلي. حضرتك انا بقالي فتره شعري بيقع وكده. تمام. وصلت عند دكاتره كتير بس برضه ما فيش اي نتيجه. بيقع ولا بيفضي؟ بيقع اكتر ولا بيفضي اكتر ولا الاثنين؟ بيقع وكمان كان طويل كده بس دلوقتي. عندك كام سنه يا رودين؟ ايه؟ 25 حضرتك. 25؟ عندك أي مشاكل صحية ولا لأ؟ لأ. تمام. هو احنا غالبا هنلاقي في الفترة دي شكوى كتير قوي من التساقط العادي. بنشكرك جدا يا أستاذة رودينة، والدكتورة هترد عليك. طب خلينا ناخد اتصال تليفون أستاذة نبيلة. أهلا بيكي. أستاذة نبيلة. ألو. أهلا بيكي يا فندم، اتفضلي. أهلا بحضرتك. ألو. اتفضلي مع حضرتك، سامعينك، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه انا كنت عايزه اسال بس الدكتوره على سؤال. اتفضلي. انا دلوقتي شعري هايش وبيقصف. تمام. وبيقع من جذوره. اوكي. وبنتي وابني برضو شعرهم خفيف، فروه راسهم بتبقى باينه. عندهم كام سنه الولاد؟ الولاد كام سنه؟ ايه؟ الولاد كام سنه؟ إيه؟ عندي البنت 2.5 والولد ده 6 سنين. تمام. اوكي. يا استاذه نبيله بنشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. طب نكمل بقى الرد على الاسئله عشان يعني نلحق. الاستاذه ايمان 20 سنه عندها مشاكل في الخشن وهايش وبيقع، فعايزين نشوف ايه المشكله. استاذه ايمان. برضو احنا غالبا قلنا يعني تساقط زايد شويه دلوقتي عشان الاسترس، احنا نحاول نكنترول، نهتم بالتغذيه بتاعتنا، ولو هو بينزل بشكل مرضي لازم الدكتور يفحص، يشوف فروه الراس، يشوف الشعرايه، نفس اجابه بالظبط. في بس نقطه مهمه قوي انه معظم اللي اتصلوا انا رحت لكذا دكتور ومفيش تحسن. طيب احنا لازم نكون عارفين انه كورس الشعر من 3 لـ 6 شهور، ما ينفعش اروح لدكتور امشي على العلاج اسبوعين او شهر واقول ما حصلش نتيجه. لا ما ينفعش. كورس العلاج للدوره العلاجيه من 3 شهور لـ 6 شهور بالظبط. بس في اي علاج معظم بعمل جلسات لازم من 3 لـ 6 شهور عشان يبدا التساقط يقل ويبدا يطلع بيبي هير او شعر جديد. تمام. طيب عندنا استاذه سهام عندها مشاكل في الغده وبالتالي كان عندها سقوط في الشعر.
طيب تمام. هو زي ما اتفقنا انه اي سيستميك ديزيز او حاجه مزمنه لازم نكنترول المشكله اللي موجوده، عشان هي بيبقى ليها امباكت على الشعر. فخلاص هي مظبطه الغده بتاعتها، تبدا بس تروح للدكتور يفحصها ونمشي على خطه علاجيه، سواء هنمشي على حاجات موضعيه او نعمل جلسات سبورت شويه معانا. كويس. استاذه نجلاء، برحب بيك يا استاذه نجلاء، اتفضلي. استاذه نجلاء مع حضرتك. اتفضلي، اهلا بيكي. ايوه، ازي حضرتك؟ ممكن اكلم الدكتوره؟ الدكتوره معاكي، اتفضلي. ايوه، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي، اتفضلي. انا حضرتك، ولادي بيعانوا من تساقط الشعر دايما. عندي بنت ابني صغيره، يعني شعرها برده بيسقط برده. عمرها قد ايه؟ هي عندها سنه ونص، ولادي 20 سنه و 28 سنه. تمام، اوكي، كويس. يا في اي استفسار ثاني يا استاذ؟ شكرا لاتصالك. جدا. في استفسار ثاني اتفضلي. قولي، اتفضلي اتفضلي. عايزه لهم بس اي فيتامينات ومقويات، لان هو ضعاف جدا، شعرهم ضعيف جدا، واي مجرد كده بس ما يحط ايديهم كده شعرهم بيسقط. الدكتوره هتتواصل معاكي وهتجاوبك دلوقتي. شكرا. شكرا يا دكتور. شكرا جدا ليكي، شكرا جدا ليكي. معانا ام محمد، وده اخر اتصال تليفوني. ام محمد اهلا بيك يا ام محمد. يا ام محمد، ام محمد الاتصال انقطع. طيب، وده اخر اتصال برضه. طيب نكمل. عندنا استاذه زهراء، شكلها سنها صغير يعني، بتشد شعرها بيقع. هي دي بقى المشكله بتاعت الترايكوتيلو مانيا اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، شد الشعر او شد الحواجب. اول لاين في العلاج ان احنا نبطل العاده دي، لان احنا مهما اخذنا علاج والبيشنت بيشد في شعره مش هنقدر نوصل لنتيجه مرضيه. فالبيشنت يكنترول العاده دي، واحيانا بنحول العيانين بتوعنا على دكتور سايكاتري او طب نفسي، لانه احيانا بتبقى جزء من مشكله نفسيه، فيبدا الدكتور يديله حاجه مود ستابلايزر، حاجه تظبط موده وتحسن الدبريشن اللي عنده، لو عنده اكتئاب ولا عنده مشكله نفسيه، وتعالج المشكله السلوكيه. ويعالج المشكله السلوكيه، واحنا نحط خطه علاجيه كمان معاه. كويس. عندنا استاذه نبيله، كان شعرها هايش وبيقع، وعندها بنت وولد عندهم برضو مشاكل في موضوع عشان. بقى البنت والولد والاطفال، بزعل لما حد يجي قبل مثلا طفل عنده سنه يقول لي شعره خفيف، هو اقرع. مش هنبص لشعر الاطفال قبل سنتين ثلاثه. قبل سنتين ثلاثة، لانه لسه طبيعه الشعر ما بنتش، لسه هو ممكن لما يكبر شعره يتقل شويه. واحيانا بيبقى في اطفال طبيعه شعرهم خفيفه زي اهلهم، حاجه وراثيه شويه. وما بحبش برضو نتدخل بجلسات. احنا اصلا ما احناش نتكلم عن المشاكل الوراثيه بالظبط. نتكلم عنها، نتكلم عنها بسرعه. طيب طيب، نكمل على استاذه نبيله اللي شعرها هايش وبيقع. هي بقى هي برضو محتاجه ترطيب لشعرها جامد، ومحتاجه تعمل ماسكات اسبوعيا، محتاجه تبعد عن الحاجات اللي فيها كيماويات، وبرضه يا ريت طبعا تزور طبيب متخصص يفحصها ويحط لها خطه علاجيه. كويس. على حسب الحاله. ناخد صوت تليفوني. استاذ محمد اهلا بيك. يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. وانا بس حبيت اعرف ايه افضل مينوكسيديل في الماركت دلوقتي؟ ايه الايه؟ وكل قد ايه ان انا بغير المينوكسيديل؟ شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ محمد، شكرا ليك. الدكتوره هتجاوبك دلوقتي، اتفضلي يا دكتور. تمام. المينوكسيديل ومشكله الصلع الوراثي. الجروبز بتاعت الفيسبوك بقى عامله قلق، والبنات بتقعد تتكلم مع بعضها وتوصف لبعضها. ولا ما تاخديش جروبات المميز. بالظبط. دي اللي عامله مشاكل. ما تاخديش كذا هيوقع شعرك، ما تعمليش كذا، لا ما تستخدميش دواء كذا لحبوب الشباب. طبعا احنا يا جماعه بناخد معلوماتنا من طبيب متخصص في ثقه ما بيننا وبينه، وعارفين ان هو بروفيشنال او هو متمكن او عنده المعلومات العلميه الصحيحه، فلازم نرجع له. بالنسبه للمينوكسيديل احنا بنستخدمه هو العلاج الاصلي في الصلع الوراثي. المينوكسيديل عشان في عيانين ما بيردوش يستخدموه لو بطلتوا شعرها. طيب خلينا ناخد صوت تليفوني وبعدين نكمل الاجابه على استاذ محمد. استاذه روضه برحب بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لا استاذنك بقى كده عشان نبقى كويسين مع بعض، نوطي صوت التلفزيون ونسمع من التليفون. اتفضلي. اتفضلي يا استاذ. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام، اتفضلي. اتفضلي. ايه بصي، انا شعري هايش وقصير ومش عارفه اعمل له ايه. انت عندك كام سنه؟ نعم. عندك كام سنه الاول؟ 13. عندنا اي مشاكل صحيه يا روضه؟ نعم. عندنا اي مشاكل صحيه بنتعالج منها؟ لا لا لا. طيب وتغذيتك اخبارها ايه؟ بتاكلي كويس ولا لا؟ الحمد لله. طيب تمام. بتاكلي كم مره في اليوم؟ نعم. بتاكلي كم مره في اليوم؟ ثلاثة. خضار وفاكهه اخبارهم ايه معاكي؟ نعم. برضه موضوع روضه. برضه ما وطيتيش صوت التلفزيون. نعم. لسه ما وطيتيش صوت التلفزيون. اوطي صوت التلفزيون؟ ده ثالث مره اقول لك يا روضه، ما تسمعيش الكلام. ايه
الدكتوره بتسالك الخضار وال وال شكرا لاتصالك يا استاذه راوت، شكرا ليك عشان ما بتسمعيش الكلام. طب نكمل، كنا بنسال عن المينوكسيديل. المينوكسيديل بقى مهمه قوي، انه ساعات البيشنت بيجي لي قبل ما اكتب اي حاجه، دكتور ما تكتبليش امينوكسيديل. طيب خلينا عارفين انه الصلع الوراثي دي مشكله جينيه، اهم لاين في علاجها هو المينوكسيديل. طالما احنا ماشيين مع دكتور متخصص حاطط لنا بروتوكول مظبوط فما نخافش منه، ونكون عارفين، وده اللي بنقوله للبيشنت، انا قبل ما بكتب مينوكسيديل بعرفه ما نقلقش خالص لما نلاقي الشعر بيقع بزياده في اول شهر من العلاج. ليه؟ اول شهر، في اول شهر من العلاج طبيعي جدا مع مينوكسيديل الاقي الشعر بيقع بزياده. في ناس بتتخض او لو الدكتور مش موضح للبيشنت من الاول فهو بيروح موقفه لنفسه. طيب ليه المينوكسيديل اصلا بيوقع الشعر زياده في اول شهر؟ لان هو بيوقع الشعر في مرحله التيلوجين اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقه خالص. عشان كده اتكلمنا عن النمو في البدايه بالظبط، زي بتنمو شعرايه بالظبط، ويبدا يطلع شعر في الاناجين فيز او المرحله جروينج اللي هي بتنمو واللي عمرها طويل تقريبا سنتين. فانا استخدم مينوكسيديل اوكي، شعرك بيقع في اول شهر ما تخافش، وكمل على الكورس زي ما الدكتور معرفك. بتبقى الجرعه غالبا مرتين يوميا، طبعا مش هنقول اسماء خالص، جرعه مرتين يوميا. المفروض انه علاج الاندروجينيتك الوبيشيا او الصلع الوراثي هو علاج فور لايف، انا خلاص المفروض بمشي عليه مدى حياتي، مدى حياتك بشكل مستمر بالظبط. ليه؟ لانه هي مشكله جينيه، الجين موجود وبيأثر، فمش مفروض ان انا اوقف العلاج في اي مرحله. لكن المينوكسيديل لما الستات بتيجي تتجوز عشان فتره الحمل بنبدا نوقف المينوكسيديل وندخل بدايل لنون مينوكسيديل علشان ما تعملش اي مشاكل. طيب خلينا نتصل تليفوني. استاذه امل برحب بيك. وعليكم السلام. اتفضلي يا استاذه امل. عندي مشكله في الشعر، بنتي شعرها ما ينزل على طول. عندها كم سنه يا استاذه امل؟ 8 سنين. كم؟ كم سنه يا استاذه امل؟ يا استاذه امل 12 سنه؟ ايوه 8 سنين. طب استاذنك بس تصوت التلفزيون. استاذه امل شكرا لاتصالك. استاذه امل بنتها عندها 8 سنين تقريبا وشعرها بيقع. طيب معظم الاطفال بتبقى دايما مشكله تغذيه، وغالبا بيكون عندهم انيميا وشويه نقص فيتامينات، فنعمل تحليل دم، صوره دم كامله، وسيرم فيريتين اللي هو مخزون الحديد، وبالمره كمان نعمل لهم يورين وستول اناليسز او تحليل بول وتحليل براز. لو فيهم مشكله بنبدا ناخد الحاجات اللي تسبلمنت او تعوض النقص اللي موجود عندنا. ممكن نستخدم حاجات مرطبه للشعر، هتلاقي المشكله بدات تتحسن مع تحسين التغذيه واللايف ستايل ومع حل المشكله الموجوده. كويس. يعني عشان اختم الحلقه تقريبا خلاص وقتها قرب ينتهي، اشهر الفيتامينات، لان واضح ان كتير من الناس شعرها بيقع، عندها تساقط في الشعر، غالبا في مشاكل في التغذيه، ما بنهتمش بنوع الغذاء اللي بناكله، ما بنهتمش بالخضروات والفواكه بشكل مستمر. تمام. فممكن نعوض ده بايه؟ مالتي فيتامين، او ايه الفيتامينات اللي ممكن نعوض بيها عشان تساعد الناس ان شعرها ما يقعش؟ احنا طبعا اتكلمنا فيه الكفايه. تمام. عن مشكله سقوط الشعر والهيشان ممكن نتكلم فيه حلقات ثانيه ان شاء الله. اهم حاجه بس بالنسبه للشعر الفيتامينز، الفيتامين A والE والD، فيتامين D وفيتامين E، والزنك والحديد. ما بفضلش انه البيشنت من نفسه يروح يشتري فيتامين من نفسه، لازم يرجع للدكتور المتخصص، لانه ممكن ما يكونش اصلا عنده نقص فيتامين، بتكون مشكله تانية، فنبدا ندخل في سايكل تانية او في مشكله تانية، يحصل حاجه اسمها هايبر فيتامينوزس او الفيتامينز تزيد، وادخل نفسي في سكه تانية. واحيانا البنات برضو بيوصفوا لبعض حاجات، دي اشهر حاجه بقى، من فيتامين هم اللي مبهدلين الدنيا بالظبط. هي بتقعد تصرف كتير وتجيب حاجات غاليه، واكشولي مش هو ده اللي شعرها اصلا محتاجه. فيبقى الافضل حاجه ان احنا نروح لطبيب متخصص يفحص، ياخد تاريخ مرضي كامل، ويبدا يحط خطه علاجيه، حاجات موضعيه، يبدا يحط لاين او خط جلسات معينه يحطها للبيشنت، والحاجات دي بتبقى مفيده وبتسبورت مع العلاج. طبعا كل حاله او كل بيشنت على حسب حالته، بروتوكول علاجي مختلف، مفيش كل الناس هتمشي واحده، مفيش حاجه مطبوعه لكل الناس. ما ينفعش انا اروح لدكتور او بيشنت تروح لدكتور تخرج تدي روشته بتاعتها لبيشنت ثاني، لانه مش نفس الحاله ولا نفس التاريخ المرضي. شعرك بيقع، طب خدي بقى دي بلاش كل حاجه، مش حتى يعني حتى الجلد وكل حاجه. كويس. نصيحه بقى للساده المشاهدين اللي شعرهم بيقع واللي عندهم مشاكل في الشعر، في دقيقه واحده تحبي تقول لهم ايه؟ نعدل اللايف ستايل بتاعنا واسلوب حياتنا، نبعد عن العادات السيئه، نهتم بتغذيتنا كويس جدا، نبعد عن الكيماويات، ولو هننزل بسين زي ما اتفقنا نستخدم البونيه بتاعنا الواقي،
نهتم بتغذيتنا. لو في مشكله انا لقيت شعري بينزل في كل حته او شعري بيفضي بشكل ملحوظ وغالبا الصلع الراسي بيبدا يظهر على سن العشرينات سواء راجل او ست، يا ريت نبدا نروح على طول لدكتور نكنترول المشكله اللي عندنا ونبدا ناخد علاج. النتائج بتبقى رائعه جدا لما بنبدا بدري زيها زي اي مشكله صحيه، طالما احنا بدانا وتدخلنا بدري بتبقى الريزلتس او النتائج مرضيه جدا. كويس. دكتوره نسمه سمير اخصائي جلديه والتجميل والليزر، انا بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، زي ما قلت في بداية الحلقة، احنا النهاردة اتكلمنا عن مشكلة من ضمن المشاكل اللي بتواجه كتير من الناس، هي مشكلة تساقط الشعر او مشاكل الشعر بشكل عام. طبعا كنت اتمنى ان احنا نتكلم بشكل اكتر، نتكلم عن مشاكل كتيرة في الشعر، ولكن الاتصالات ووقت الحلقة ما كانش كافي لاستكمال موضوع مهم جدا زي موضوع مشاكل الشعر. دايما خليني انا بحب اوجه لنقطة مهمة جدا، انه اي مشكلة بتظهر غالبا على الشعر او البشره بيكون لها سبب او تاثير نفسي، بيبقى ليها مشكله معينه داخل الانسان، يا اما نفسيه يا اما عضويه، فبتظهر على بشرتك او بتظهر على شعرك. فدايما في البدايه شوف ايه هي المشكله اللي سببت لك المشاكل على البشره ومشاكل الشعر، عشان لما تروح تعالج ما بتكونش بتعالج مشكله اللي ظاهره وسايب المشكله الاساسيه جواك. يعني لو انت عندك ستريس عالي، عندك اكتئاب، عندك توتر باستمرار، عندك مشاكل نفسيه، روح لحد متخصص هيساعدك في ده. لو انت عندك مشاكل عضويه داخل جسمك زي مشاكل في الغده او نقص فيتامينات او انيميا، عالج ده الاول وبعدين هتروح لحد متخصص هيساعدك، فتبقى نتائج العلاج هتكون بشكل افضل واسرع. طبعا بشكركم لحسن المتابعه، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقات قادمه اخرى من برنامج قمر 14. لحد ما اشوفكم لكم مني كل التحيه والتقدير، انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.